الآن مشاهدينا أهلا بكم وجولة إخبارية جديدة نبدأها معكم بأهم العناوين. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد عددا من المشروعات بمحافظة القليوبية. وزارة الصحة تعلن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا بمصر إلى 503 متوفين و 8476 مصاب. والرئيس الامريكي دونالد ترامب يتوقع ان تبلغ الوفيات بكورونا في امريكا 95,000 او تزيد. واليكم التفاصيل. اجرى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم جولة تفقدية في عدد من المشروعات بمحافظة القليوبية. وشملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر ومشروع تطوير مستشفى كفر شكر المركزي، إلى جانب تفقد مصنع للملابس الجاهزة يقوم حاليا بتصنيع الملابس الطبية والكمامات. وقد أشاد مدبولي بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها في إطار التعامل مع أزمة كورونا، مؤكدا أن المشروعات الخدمية وخاصة مشروعات البنية الأساسية تأتي على أجندة الاهتمامات ويجب ألا يتأخر العمل بها. أطلق دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة بدء مبادرة تطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة التي تنفذها الوزارة بمحافظة القاهرة. هذا وشهد انطلاق فعاليات الحملة مجموعة من قيادات الوزارة وحضور عدد من الشباب والفتيات المشاركين في تنفيذ المبادرة التي تبدأ فعالياتها في ساعات الحظر الليلي لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ومن المقرر أن تنفذ الوزارة المبادرة بمحافظة الجيزة يومي 15 و16 من مايو خلال الأسبوع المقبل. تتوجه دكتور هالة زايد وزيرة الصحة وسكان إلى محافظة الإسكندرية في جولة تفقدية لعدد من مستشفيات الحميات والصدر. وأوضح دكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أن زايد سوف تبدأ جولتها بمستشفيات صدر المعمورة وحميات الإسكندرية للوقوف على أعمال التجهيزات ورفع كفاءة العمل، بالإضافة إلى تفقد أقسام وأدوار المستشفيات المختلفة والسعة السريرية بها، مضيفا أن الجولة تشمل متابعة سير العمل والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في مصر إلى 503 بعد تسجيل 21 حالة جديدة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن عدد المصابين ارتفع إلى 8476 بعد تسجيل 495 حالة جديدة، مشيرا أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 2416 حالة، من ضمنها 1945 متعافيا. سجلت الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد على 1600 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة. في غضون ذلك وضع الرئيس الامريكي دونالد ترامب توقعا جديدا لحصيلة وفيات كورونا. وقال ترامب في كلمة امام اعضاء الكونغرس ان عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة قد يبلغ 95,000 او يزيد،
مشيرا أن بعض الموظفين الذين تعاملوا معه من كثب سيخضعون للفحص. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جهود مكافحة فيروس كورونا. وصرح البيت الأبيض في بيان له أن ترامب وميركل ناقشا خلال الاتصال التطورات الإيجابية في مكافحة الفيروس وجهود الأبحاث وإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والألماني. هذا وقد أعرب ترامب عن شكره لميركل على استجابة ألمانيا القوية للجائحة، كما تطرق الجانبان لقضايا إقليمية وثنائية مهمة. ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا تسجيل 10817 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 198676 حالة. ورصد مركز العمليات الروسي 104 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1827. وفي غضون ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تقهر حين تكون موحدة خلال إحياء الذكرى 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في مراسم متواضعة هذه السنة بظل الحجر المنزلي المفروض لمكافحة فيروس كورونا. وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة عدم تسجيل حالات وفاة أو إصابة محلية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل حالة وافدة واحدة مصابة بالمرض، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82887 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخص حتى نهاية يوم أمس. وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل حالتين وافدتين يشتبه في إصابتهما بالفيروس، فيما خرج في اليوم نفسه 53 شخص من المستشفيات، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78046 شخص. وفي الشأن العربي، أكد لواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن القيادة العامة تنفي أي استهداف للمقار الدبلوماسية ومقرات الهيئات والبعثات الدولية في طرابلس. وقال السفير التركي أن صاروخ جراد سقط على مبنى المحكمة العليا المجاور للسفارة، وأن صاروخا آخر سقط قرب وزارة الخارجية. وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية أن المنطقة المحيطة بمقر إقامة السفير الإيطالي تعرضت للقصف، مما أدى لسقوط شخصين على الأقل. أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وما حققته هذه العلاقة المتميزة من إنجازات في جميع المستويات. وأشار العاهل السعودي إلى جهود المملكة الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وإلى مبادرة تحالف بوقف إطلاق النار دعما لجهود المبعوث الأممي في هذا الصدد. ومن جهتها، أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة، وتصميمها على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار فيها. نهاية جولتنا الإخبارية، وإليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. رئيس الوزراء مصطفى مدبول يتفقد عددا من المشروعات بمحافظة القليوبية. وزارة الصحة تعلن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا بمصر إلى 503 متوفين و8
فن أو تزيين. مشاهدينا وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية، شكرا وإلى اللقاء.